بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بتاعه. ربنا اجعلنا ممن يرضيك يرضونك يا كريم بدون حدود يا عزيز يا كبير. أما بعد، السلام عليكم. والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأفضل. الآن إن شاء الله تعالى سنركز على بعض مواضيع جاءت بها سورة المؤمنون. المؤمنين بوجود الله، بوحدانيته، بأسمائه الحسنى، والعاملين على ضوء ذلك. بدأت سورة بذكر ما يتميز به القوم المؤمنون عبر التاريخ في كل المجالات، مجالات العبادة، مجالات السلوكات، الإشارات، العبادات، البعد عن الشبهات والمجال. ثم ينطلق القرآن في هذه السورة في وصف مراحل خلق الإنسان وذكر ألاء الله على خلقه. نعود إن شاء الله تعالى إلى هذه السورة الكريمة، وهي أنا مكية النزول، جاءت بعد سورة الأنبياء عليهم السلام.